بقى هنيجي للبرنامج اليومي حلو الحياة. فقرات مغنية منوعة، ضيوف منوعين بكل المجالات. رح نترافع اليوم أنا كارلا يونس وأنا عفاف دمعة لمدة 9:30 من الوقت، ونتمنى إنه حلقتنا تنال إعجابكم. نبدأ حلقتنا مع الدكتور نبال أميوني رح نحكي عن كتابه اللي بيحمل عنوان ضيف لعطر الحبق. نتابع معكم مشاهدينا مباشرة على ال بي سي انترناشونال، واليوم السينما لها حصة كبيرة بحلقتنا لليوم، ورح نشوف سوا نحن وياكم مشهد من فيلم لبناني جديد بيحمل عنوان My Last Valentine in Beirut.